نلتقي بعد قليل، بعد عام، بعد عامين وجيل صغير، عشرين حديقة وعصافير الجري، وعصافير الجري، وعصافير تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة، ومضت تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. وطني حبل غزير لمنادي. فما ناس تحب تخلي ذاكرة التوانسة مفقودة، مش فاهمين أنه شهداءنا جزء رئيسي من ذاكرتنا. في كل دقيقة، في كل دقيقة، وتمددت على الشاطئ رملا ونخيل. 84 85 كنت في الليسي، ليسي في معهد الحرية بجندوبة. كنا نسمع به، كان كنا بارفا نتقابلوا خاصة في السنوات الأخيرة نتاع الليسي في البار، وتودد العلاقة بين الطلبة. معرفتي بشكري بالعيد كانت وإحنا تلامذة، نتذكر في صلب الحركة التلمذية ثم في صلب الحركة الثقافية. شكري بالعيد بدأت علاقتي به علاقة افتراضية بين ظفرين. عنده تلميذا في الحركة بجندوبة، كنت أسمع بهذا الاسم، هو يكبرني سنا لكن كانت لنا صداقات مشتركة من جندوبة، يعرفون شكري بالعيد، لهم علاقات مع شكري بالعيد، وكنا نلتقي بمدينة جندوبة ونتحدث عن الحركة الطلابية ويحدثونني عن هذا الرجل، فاشتقت لرؤيته، لكنني لم أتعرف عليه إلا في سنة 2004 عندما دخل شكري بالعيد للمحاماة. شكري بالعيد عرفته يعني في إطار سياسي، هو ينتمي إلى الوطد، وأنا وقتها في بداياتي مع الوطد سنة 88 كان ثم حلقة ستقام بطريقة سرية في حفل زفاف في مدينة سليان. وقتها كان أول مرة نقابل شكري بالعيد، لأنه كنا نختار أنه حفلات الزفاف هي وسيلة أنه نحضر العرس، ولكن باش تصير فيها الحلقات السرية متاع الطيار الوطنيين الديمقراطيين بالجامعة وخارج الجامعة. عندما تعرفت على هذا الشخص، على هذا الشخص الجميل، كان إنسانا عظيما منفتحا يعشق الحوار. علاقتي بدأت بالأستاذ الشهيد شكري بالعيد في نهاية 2007 منذ التحاقي بمهنة المحاماة. كان عندي الحظ أني التحق بالمكتب، كان فيه موجود الأستاذ شكري بالعيد، وتواصلت العلاقة إلى حين اغتياله بالطريقة المعروفة، ويد الغدر اللي طالت الأستاذ شكري بالعيد واللي حرمت منه المحاماة وتونس عامة. استحضر حادثة وقعت لي معاه شخصياً مع اعتصام القصبة 2، وبحكم أنا من أدنى التصميم طلعت نجري، وأول ما قابلت شكري الله يرحمه، وقلت له راه مدرعات الجيش باش تخرج، وهذا مؤشر بالنسبة لنا كيما اعتصام القصبة 1 على دخول الأمنيين باش يفرقونا يضربونا بالغاز وكذا. قال لي هادي يستحيل، معناتها اعتصام القصبة محمي بالاجتماع هذايا اللي صاير هوني. ثم بدأت العلاقة في الجامعة في إطار سياسي يبقى، ولكن في أواخر 88-89 تجربة فرقة موسيقية اسمها فرقة السيد درويش اللي فيها أنا ورضا الشمك، وكان موجود شكري بالعيد كشاعر. الشهيد شكري بالعيد رحمه الله أنا تعرفت عليه عام 91 في مهرجان شعري متميز كان ينعقد بالجنوب التونسي تحديدا بمدينة مدنين، وأذكر كان معنا الشاعر العراقي الكبير عبد الوهاب البياتي،
كان هناك أيضا الشاعر محمد القيسي الفلسطيني وشعراء من تونس وربما أيضا من البلاد العربية ومن الجزائر. وقرأ شكري بعض قصائده، كان شاب صغير وقتها. أنا أنتمي إلى جيل آخر، أنا أكبر منه، يمكن عمره وقتها شكري قل من 30 سنة، نسيت 28 إلى 29 سنة تقريبا. ثم بعد ذلك نلتقي به أحيانا قليلة في تونس العاصمة في مناسبات نقابية. وآخر مرة التقيت به وهذا سجلته في روايتي ليلة الإفك اللي صدرت منذ حوالي شهر، التقيت به في مطعم بتونس وتجاذبنا أطراف الحديث مزاح قليل معه. هو كان طالب في كلية العلوم وبعد بدل المحامات، هو عمل في البداية علوم، مشى في كلية العلوم. في الجامعة عرفت أكثر شكري عن قرب، وكنا أنا كنت درست في كلية 9 أبريل في قسم الفلسفة، وشكري كان في كلية العلوم، ثم كلية كان الاجتماعات اللي يقيمها شكري في حجرة سقراط، كنا وقت اللي نسمعوا اللي فما اجتماع عام كنا ننتقلوا من 9 أبريل إلى كلية الحقوق. هو ابن جندوبة ليس بالميلاد، هو من أصله من جندوبة لكن مولود في تونس. أجمل الأمهات التي انتظر ابنها، أجمل الأمهات التي انتظر، أجمل الأمهات التي انتظر ابنها، أجمل فبكى دمعتين ووردا ولم تنزوي في ثياب الحدا. إنسان طيب جدا، قلبه كبير برشا، إنسان معناته يحمل جميع معاني الإنسانية في ذات شكري بالعيد. شكري شخصية تثير الجدل. شكري إنسان ذكي، إنسان طموح، إنسان أنا ما نجمش نشكك في وطنيته، وحتى حد نتصور ما ينجم يشكك في وطنيته. كل واحد يحب منا تونس ولكن من زاوية نظر، وجهة نظر معينة. كان عنده جانب إنساني، واحد يحب يقود، وجانب إنساني، جانب اجتماعي تاع شكري، مش شكل متعنم، مش شكل متعمد، كل سبونتاني. كانت عنده علاقات سبونتاني، وكان الناس كلها تكله الاحترام برشا. أنا يعني دخلت الكلية 9 أبريل سنة 88، وكان شكري كل ما يجي الكلية 9 أبريل طبعا في ذهني انا اول من سيلتقي مع شكري بالعيد هما ابناء التيار السياسي بتاعه اللي هو الوطن الجامعه الوطنيون الديمقراطيون بالجامعه. فاستغرب ان هناك من الاتجاه الاسلامي من يذهب الى شكري بالعيد ويصافح. ما كانش عنده حتى عداوه للاشخاص الاخرى بالكل، حتى الاطراف السياسيه اللي ما يتفاهمش معها بالكل، كانت معاملاته معهم إيجابية جداً. أراه ابن فطرته ولكن يستشرف المستقبل. فالكلمة التي كانت ديما تدور في ذهن شكري وديما يقول في اجتماعات عامة في لقاءات حميمية، كان عنده كلمة يا بابا، أهلا بابا، عنده كلمة البابا هذه حاضرة معناها، وكأنه يدل أنه علاقتي بيك راهي أقوى من الإطار الموضوعي اللي احنا فيه، راهي ممكن تتجاوز إلى مسألة ذاتية. كل شيء بالنسبة له يبدأ ويرجع إلى مصلحة الشعب، لا يحدثك عن الناس. شكري بالعيد يتميز بميزة وهو أنه يكره النميمة، ضد النميمة،
ويطمح كثير كثيرا ما يحدثني عن مستقبل تونس. هذا هو شكري، معناتها الله يرحمه. أنا نتصور الرسائل اللي خلاها والخطابات اللي خلاها ما تنجم إلا معناتها تخلي فينا أجزاء من شكري، كل واحد فينا، كل واحد في المحامين أو من الناس اللي عرفوه أيضا وتشبعوا بأفكاره. ثروة إنسانية محبة للإنسان، معطاء يرغب دائما في العطاء، لا ليست له أطماع، لم تكن له أطماعا بصفة مطلقة، لا يطمح في شيء إلا في سعادة هذا الشعب. أستاذ شكري بالعيد ما عندوش وجه خفي. أستاذ شكري بالعيد معناتها كما تراه في الحياة العامة، كما تراه في البلاتوات، كما تراه في الحياة العادية، عنده معناتها ما عندوش حاجات خفية. أقول أنه شكري صنعته تجربة كاملة بداية من الستينات، وشكري هو الشهيد الذي سبقه الفاضل ساسي وسبقه سبعي وسبقه يعني محمد هماني في 81، فأقول وكأنه ينتظر شهيدا ما، فكان هو في هذه الفترة من تاريخ تونس. ذكرى ذكرى مولمه برشا، ذكرى خطو نحن توا قدام المصحف نتاع الشهيد شكري بالعيد. يظهر لي كل ما تعدى من هنا مش ما طولش عليك حزن كبير، فمش يكون من هنا نهار الموت نتاعو كي خرجنا تقول كل واحد مات له اعز انسان عنده، بوك خوك، انا مثلا جارته. جنازه نتاع شكري بالعيد فيها سلفيين، وأنه في داره ثم بعض السلفيين جاءوا يبكيوا على شكري بالعيد. كي جيت هنا نلقت أرمي لبرة تسمح حسة، فهمتني؟ أنا بالنسبة لي ما كان حزن، وممتون أمل عندي بور لي ميساج اللي وصلهم في الفيسبوك التوى فوق بهم. شكري بالعيد ما عادش يتعوض. وفاة شكري بالعيد شكلت خسارة لهذا القطر. حضرت هنا على طانت اللي حطوهم الرسامين، جميع الفئات جات، جميع الفئات جات، صغير كبير. هذا الإنسان تجاوز مرضية السياسة وذهب إلى أبعد من ذلك، لذلك ليس بالغريب أن الجنازة بتاعه فيها أكثر من مليون إنسان، وليس تونسي فقط، هو تونسي لكن ببعده الإنساني. صدقني كيف تعدى من هنا مش ما طولش عليك، وحاجة فريمون لما نتكلم من أعماق خاطر هذه عبارة على قبر بالنسبة لي أنا، هذا قبره والحقيقة ماتت هنا. أرجو أن يكون المستقبل لما أراده شكري بالعيد هذا الرجل العظيم. Thank you.
تجننا احنا المجموعه الاولى قبل هو بشهر. كانت مجموعه كبيره نتاع الاتحاد العام طلبة تونس، قرابه اكثر من 100 طالب. هو وصل في المجموعه الثانيه حوالي بعد شهر لرجي معتو. احنا مشينا المجموعه الاولى. شكري بالعيد الى جانب العديد من زملائي في قسم الفلسفه اعتقل في معتقل رجيم معتوق. المعتقل وصل فيه أكثر من 300 طالب. المجموعة الأولى مشيت نتاع الاتحاد العام طلبة تونس أكثر من 100. بعد خلطت القيادات نتاع اليسار وقيادات نتاع الاتحاد العام طلبة تونس. هي الفترة نتاع التدريب عديناها في بقعة اسمها قرعة بوثليجة. بعد فترة التدريب أقل من شهرين نقلنا للرجيم معتوق. غادي توضت العلاقات بين الناس كل، خاطر غادي المعتقل الأصلي، معتقل أي واحد يوصل ياكل تريحة من المرة الأولى، أي ياخذ الفيقة من المرة الأولى، يهزوا له ساقيه الفوق وكل شيء ويتداولوا عليه بالعصا. الحصيل اللي يسمعوا صوته، يسمعوا صوته بعد 30-40 ضربة وتتقسم رجليه وقت يسيبوه. هنا رجيم معتوق هذيك لإحياء الأراضي، فهمت؟ معتقل فماش تدريب على السلاح بكل، سلاح ما تدربناش عليه بكل، حتى من المرة الأولى، فترة تاع التدريب من غير سلاح تدريب. في رجيم معتوق كان ثم الأعمال شبه الفلاحية اللي كنا نرفضوا باش نقوموا بها، حتى الأشجار نزرعوها الصباح في الليل نقلعوها. يعني هذه ما نتفكرها أنه ولا نرموها نابورت كوا الشجرة، كل الماء نخلوه يمشي كما جاء. غاديك تودت العلاقات وعرفنا قيمة معتقل وفي الصحراء سخانة برشا برشا، في الشتاء باردة برشا برشا، وأنواع التعذيب كلها تشوفوا غادي. حتى العقوبات غاديك موجودة عقوبات برشا، الماء متتلش الأوامر، خاصة في الفترة العمرية ذي كانوا الناس كانت متمردة شوية، أنه كان فما شكون يتربط في زنزانة متر على متر وفي الصحراء، كان فما شكون يسيبوه في الصحراء لبعد 10-20 كيلومتر ويروح حافي. إذا يمشي إذا يمنع من الذيب يسمى سلكها. حصلت حالات وفاة مثلا؟ حصلت حالات وفاة، فما ناس هربوا. يعني ما كانش فما عصا برشا على اللي يهربوا، خاطر مش يهرب مش يموت. منع منهم، نتفكر منع منهم رفيق سنان العزابي هذايا، توفى عنده عمين الله يرحمه، هرب خاطر هو اصله ولد توزر يعرف الصحة. اما الاشخاص الاخرين اللي هربوا معاه ماتوا، تاهوا في الصحراء وكلاهم الذيب وما نعرف عليهم حتى شيء. هو شوف كانت مجموعات، حتى الخيمات كانت الخيمات نتاع اليساريين، خاصة الخيمة نتاع الوتد كانت وحدها، الخيمة نتاع الإسلاميين وحدها، خيمة ولا تبعها شوي، وكانت ثم خيمة أخرى خليط سياسي آخر، الناس المستقلين قوميين، فهمت؟ ما كانش فما حدة كبيرة في العلاقات، ما كانتش متوترة بيناتهم كل شيء. أنا نفكر مثلا أنه كنا نلعبوا ماتشات كرة ضدهم، أي يعني بين الوتد والاتجاه الإسلامي وقتها. أي الاتجاه الإسلامي، وأنا نفكر أنه شكري بالعيد شد حكم نتاع كرة، هذه اللي نفكر أنه كان يشد حكم. شكري كان يتمتع باحترام برشا حتى القيادات الإسلامية، حتى شكري في معاملاته مع حتى مع الناس الأخرى
الناس الاخرى كانت مراهقين هكا سياسيين وصغار وكل شيء، كانت مرات تقع كالحزيزات. شكري كان يتصرف كهو الليدر قائد وكل شيء، كانت عنده سيطره على المجموعه نتاعه، حتى في علاقاته مع المجموعه نتاعه كانوا يكونوا له احترام كبير برشا. احنا يمكن جات الظرف نتاع الانقلاب نتاع 87 هو اللي خلاه يخرجنا مع العلم انه رغم الناس، فما ناس دخلوا في الحبوسات الانفراديه وفما ناس عملت عرك وشوشت وكل شيء، لانه برشا ناس اخذوا شهاده حسن السيره. هذه من المفارقات العجيبه انه في هو في معتقل والجيش يعطيه شهاده حسن السيره، وكانوا يعيطوا لهم الجندي حصه خاصه، ما يعيطوش الجندي فلان الفلاني، الجندي حصه خاصه. فوج احياء الصحراء. شكري يعني كان إنسان ممتاز برشا، كانت المساعدات توصل عن من الاتحاد العام طلبة تونس، وكانت مساعدات أخرى توصل من العائلة متاعه. شكري كان يشرف على التوزيع العادل بين قوسين الخيرات هذيك. شكري كان هو يحطك اللي يوصل هذاك الكل للمجموعة كلها بالتساوي، وكانت ثم أشخاص أخرى يجوا من خيمات أخرى. وشكري كان عنده يعمل في الخير برشا على الخيمات الاخرى اللي ما كانش توصل لها المساعدات. رواه لي الى اخر لحظه عن تجربه شكري بالعيد في رجيم بعتوق، وخاصه زملائي في قسم الفلسفه اللي بزالوا يتذكروا كل هذه الروايات عن شكري بالعيد، انه كان شديد الكرم مع زملائه المعتقلين، وكان يبجلهم انه وقت اللي تجي الماكله شكري بالعيد، وقت اللي تجي الاموال باسم شكري بالعيد، كان يبجل كل زملائه اللي يقول هما احوج مني وهما افقر مني. شكري مثلا فكر ابوه عم صالح كان يخدم في معمل شاميه، كان يبعث لنا حقوق الشاميه كبيره، وشكري كان اخر واحد يعني ياخذ الباي نتاعه، الناس كلها تقسم كيف كيف. شكري ما كانش يتكيف في الجيش، كنا نشرو يعطونا الدخان بسوم رمزي بسيط، شكري كان ياخذ الدخان نتاعه يوزعه على الناس اللي ما عندوش فلوس باش يشري الدخان، شكري الباي نتاعه من الدخان كان يعطيه. ونتذكر انه بالتعاون مع رفاق وزملاء في اتحاد الطلبه كنا نجمعوا ما تيسر من الأموال ومن الطعام اللي كنا ندفخوه ونساهموا به ونرسلوه إلى رجيم معتوق. شكري بين قوسين، احنا وقتها اللي نتفكر أنه فما رمضان، رغم اللي كانت فما ناس ما تصيمش في رمضان وكل شيء، لأنه كان يعني بدافع رئيسي من شكري أنه حتى باش يتكيف ولا باش يفطر يعملها من غير استفزاز الأطراف الأخرى. منصور هذا كان يعشق شكري بالعيد، واللي هو كان متسمي على الاتجاه الإسلامي، ولكن خرج بعد رجيم معتوق، خرج من تجربة سياسية. فمنصور يحكي لي على شكري بالعيد في رجيم معتوق. منصور وقت يقول لك أنه كيف تكون عنا مساحة زمنية فيها حرية النقاش في أي شيء، أو كنا نذهب إلى شكري بالعيد. شكري بالعيد كان الذي يمكن أن يستقطب إنسانيا كل ما من هو موجود في رجيم معتوق. حتى كي يشوف رفاق وقتها يتكيفوا، كانوا احترام لشكري ويسمعوا كلامه ويمشوا لتركينا ويتكيفوا باش ما يستفزش الإسلامي ذاك، وكان يقدروا فيه الإسلاميين الحكاية دي، يعرفوه اللي هو بين قوسين كما يسموه يعني العدو المحترم.
كان يهابوه أنه عنده فكر ناقد برشا وكل شيء، أما يحترموه خاطر شكري فما احتدال، فما احترام للطرف الآخر. رجيم معتوق هي محطة من محطات شكري بالعيد اللي شافوا فيها الإنسان المتجاوز لضيق السياسة، واللي يقول لك توجدنا في هذا المكان رغم اختلافنا ولكن نفس العقاب. قديش بقيتوا في رجيم معتوق؟ من فيبريل ديسمبر، برسك 10 شهر. أما 10 شهر وقت تعدوا علينا أكثر من العامين، لأنه يعني شفنا فيها من الويلات كل المعتقل اللي كنا نسمع فيه في القصص وفي الكتب الأدبية والكتب السياسية شفناه وقتها. العيشة في الصحراء للناس اللي مش مستنسين يعيشوا بها بك، الضغوط هذيك، الضغوط النفسية والترهيب والتعذيب وكل شيء، ما تقل يعني. كان ينجم واحد يموت، ما كانش توصل لنا برش المعلومات على أهلنا، فما ناس 10 شهر أهله ما يعرف عليهم حد شيء وهم ما يعرفوا عليه حد شيء. في 88 كما يعرفوا الناس كل صار الامتحان، صار المؤتمر 18 الخرق للعادة في رد على مؤتمر قربة، وكان شكري بالعيد كما قلت من أبرز الوجوه التي كان لها توجه لاستقلالية المنظمة الطلابية عن الحزب الحاكم، وكان له أيضا توجه نحو توحيد ما يسميه بجبهة اليسار. بقى مدة صغيرة في كلية العلوم وبعد سافر للعراق، بدل القانون وكان عنده ونجح فيه بالبداية. يعني كمل اختصاص الإجازة كملها في أيوة، وبعد خذ الدكتوراه كمل حتى في فرنسا الدكتوراه. هو الرحيل متاعه لفرنسا كان في استقباله يمكن شخصين اللي نعرفهم بالاسم ولقبه لا حرج في ذكرهما، محمد بن هندة في جنيف، والشاذلي الزار اللي هو محامي في فرنسا كبير في السن من شعلة من قدماء حركة الوطد، فهو اللي تبنى شكري وبسمة في فرنسا، كان يسكن عنده وكان كل ما يعني تكفل به في تلك المرحلة كلها. كان فما سبب موضوعي يمنعه من استكمال دراسته في تونس، وهو قانون بن ذياء اللي كان شكري بالعيد يسميه قانون بن ذلام، وكان يمنع على الطلبة أنهم يكرتشوا كما نقولوا احنا ويستكملوا دراستهم في الجامعة التونسية. يكرتشوا يعني؟ يكرتشوا معناه أنهم يستمروا في الدراسة في نفس السنة ولا في نفس المرحلة. دونك قانون بن ذليم كما يسميه شكري منعوا من استكمال هذه الدراسة. أنا أذكر حادثة مهمة جدا، شكري قابل بن ذياء على أساس أنه هو وزير تعليم عالي، فمشى وفد من الاتحاد العام طلبة تونس، كان معاهم شكري، الكلهم تحاوروا مع الوزير على قانون من القوانين ما نعرفش شنو بالضبط، لكن شكري ساكت. آخر من تدخل هو شكري، أتذكر أنه اللي خرجوا يحكيونا قال شكري قال بالحرف الواحد: أستاذنا أنت الذي كتبت كتاب كذا وكذا 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 وكذا، ولكن مع كل أسف مكينة بن علي فسدت. ثم سبب ثالث أنه تعمق ثقافته الفكرية والسياسية خلق له وجهة اهتمام جديد، هو الاهتمام بالحقوق، واعتبر أن دراسة الحقوق هي المدخل الشرعي والحقيقي للنضال السياسي في تلك الفترة. شكري يختار الوجهة اللي بيمشي لها،
بالنسبة لي العراق في تلك الفترة هي موقع نضال، خاطر السادة عنده تجربة في اليمن، هذا الناس ما تعرفوش أنه هز السلاح. شكري بالعيد يختار كل منطقة فيها توتر. تجربة اليمن ما عنديش عليها فكرة كبيرة، ولكن أعرف أنه عمل تجربة في اليمن وهز فيها السلاح، وهذه من الأسرار اللي موجودة عند شكري. إذا الشمس جرت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام، إذا الشمس جرت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام، ونات البصر في العيون والبصائر لا يعرف أنه شكري يرفع شعار شعب عربي واحد. فذهابه إلى العراق لسببين، لإتمام الدراسة وأيضا يقول لك مكان أناضل فيه. شكري نجم يتحولك إلى ذاك القولي المتشبث بالعروبة، وكان عنده مصطلح اللي سمعته قبل وسمعته تو، يقول الثقافة الجامعة. الثقافة الجامعة بالنسبة إلى شكري هي الثقافة العربية الإسلامية. أقول لك هي ثقافة جامعة، فيمكن أن نناظر في إطارها. يمام ويل الهوى يمام ويلية، ضرب الخناجر ولا حكم النادل فيا. يمام ويل الهوى يمام ويلية، ضرب الخناجر ولا حكم النادل فيا. ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني، والصيف لما أتى ولع من نيراني. بيظل عمر الفتى نذر للحرية. لما عاد إلى تونس شكري بالعيد تواصلت مضايقة الحزب الحاكم له، واختار الهجرة مرة أخرى، سافر إلى فرنسا واستكمل مرحلة الدراسة المرحلة الثالثة في الحقوق، وحقق مطلبا أساسيا كان يشغله هو الحصول على شهادة العليا في الحقوق، أهلته عند عودته إلى تونس إلى الالتحاق بمكتب الشهيد أو المرحوم فوزي بن مراد. ربي يفضل. يظهر لي احنا في شارع عنده رمزيه هكا ولا لا؟ اي اكيد، شارع زميلنا والعزيز علينا برشا الشهيد شكري بالعيد الله يرحمه. لا وهي عاده في الحقيقه ما بين زوز اسر، اسره المحاميه واسره القضاء، انه كل ما نفقدوا انسان عنده مكانه علميه كبيره ولا مكانه نضاليه كبيره نسميه احدى القاعات باسمه. احنا عندنا زاده في دار المحامي قاعة باسم الشهيد شكري بالعيد. كانت حصل على ما يبدو على جائزة صدام حسين في المنهجية، قرأ في فرنسا، تعب كافح ووصل أنه باش يلبس روبة المحاماة. دور المحاماة في الثورة دور كان ريادي، دور كان معناتها حاسم، وكان تتويج لدورها في سنوات الجمر. المحاماة النجم نقول لك هي القلعة الوحيدة اللي قعدت، معناتها ما نجمش معناتها يخترقها النظام أو حتى اختراق النظام لها، معناتها ما كانش بدرجة كبيرة كما منظمات أخرى ولا كما معناتها جمعيات وأحزاب أخرى. لا نتردد لا نخاف،
لو ما تلائم ولا نخاف أي صاحب سلطة سابق أو حالي. في علاقته المهنية في المحاكمات ديما كان معناتها يحب يوصل للرأي متاعه، ديما يحب يلوج على كلمة الحق، ديما كان يحب معناتها ينوب يلبس، ديما يقول لي معناتها أني أنا ما نحبش نلبس جبة المنوب متاعي، لكن في حقة الأمر أنه تلقاه ديما يلبس الجبة المنوب ويدافع عليه، خاصة إذا كانت مع حقيقة أنه المنوب متاعه كان عنده حق يحب يظهر ولا يحب يبرز ولا يحب يبرز براءة ويظهر براءة منوبه. شكري يحرج خصومه بإنسانيته وبقوته، قوة مواقفه، إن كانوا قضاة أو محامين أو حتى يعني حرفاء من الطرف الآخر. بالنسبة لهم شكري هو حلقة، يعني هو يعني كشوكة في الحلقة. سيادتك تتفكر أنه كانوا فما حتى شكون مرشحين للرئاسة في عهد بن علي ويساندون بن علي في ترشحه للرئاسة. عاد المحاماة قاعدة قلعة صامدة، ومن بين الأبناء اللي خلاوها صامدة هو أخونا وصديقنا معناتها شكري بالعيد. هو كان ناب في العديد من المناوبيه، بالأساس كانوا معناتها من جميع الأطياف السياسية، وناب حتى للإسلاميين وكان دافع عليهم بشراسة، ونوبوه كان يجيوا حتى للمكتب نتاعه، وكان ما يتعطى في بعض الاحيان انه وفي العديد من الاحيان انه ما يتحصلش على الاجره نتاعه، باعتبار انه هو يدافع على فكره، يرى انه نفسه انه هو قاعد يدافع على فكره مهما كان الطيف السياسي اللي يستحقه. شكري بالعيد دافع على العديد منهم في المحاكم التونسيه في سنوات الجمر وقت 2007 و2006. على المستوى المهني مهنه المحاماه كان انسان بشوش، انسان علاقة سوسيابل برشا، يحب المحامات، يحب المحامين، يحب يعاون، يمد يد المساعدة. كما تعرفوه كما عرفناه الخطابة اللي عنده والصوت الجهوري اللي عنده والشجاعة اللي عنده ما كانتش معناتها في دفاعه عن تونس فقط، ولا دفاعه عن أفكاره، ولا دفاعه عن حزبه، ولكن زاد كان دفاعه عن منوبيه. أنا الحق ما حضرت بعض مرافعاته، ولكن يمكن مهنيا ما كنتش معناتها نعرف، اما الشيء المؤكد او حتى عن طريق السماع انه ترافع عن الاسلاميين، ترافع عن كل الاطياف، وهذايا معناتها اولا مش غريب على شكري ومش غريب على المحاماة بشكل عام، لانه ما يخفاكش انه بن علي كانت فيه خصلة ايجابية وحيدة انه كان موحد من الناس الكل. داير هذاك علاش انه بعد ما مشى مالوريزمون تفرقنا كالكسور. أنا عاصرت أستاذ شكري بعيد من سنة 2007، معناتها ما خدتش علي في الحركة الطلابية، لكن كان ديما مثلا طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة، كان أستاذ شكري بالعيد كان يقف معاهم وكان حضر في محاكماتهم وكان قريب جدا من الطلبة. ثم ناس تمشي تحضر ليش؟ لأنه شكري بالعيد باش يرافع، فبالنسبة لهم هي يعني اجتماع عام في الجامعة. أحياناً يحكيوا لي، أنا حضرت مرة ولا اثنين، أنا يحكيوا لي أنه شكري بعض الأحيان كي يتكلم ما ينجم يسكتوا حتى واحد، لأنها تولي كلها ترجع طلبة متاع جامعة بما فيهم القضاة اللي ينجموا يسكتوه معناها. فعنده هالقوة، هذه قوة الإقناع، وأقول به لأنه صادق. كان مدافع شرس معناتها على كل من يقصد للدفاع عليه، او حتى معناتها ولو في قضيه الحوض المنجمي، من كان الناس كان من الناس اللي تاثر وتلم في الناس وتدفع من جيبها معناتها باش المحامين والحقوقيين معناتها تخترق الجدار اللي كان عامله نظام بن علي، من انه معناتها الناس تمشي تترافع او على الاقل يكونوا شهود عيان معناتها على المجزره الكبيره اللي حصلت لابناء شعبنا في الرديف غاديكا. لكن هو يقول لي السياسه بعدت شوي عن المحاماه، يعني في اللي بعد الثوره، بعد الثوره تفرغ تماما للوطن. هو كان باش يتفرغ تماما باش يعمل زهر، يعني كان باش يتفرغ تماما للسياسه. Thank you.
إذن بين يدي هذه القصيدة قليلا من الوقت، وهي القصيدة التي أتذكر وأظن أن الذاكرة لم تخني، قرأها شكري رحمه الله في مهرجان مدنين الشعري عام 91. والقصيدة هذه يلاحظوا المستمعين، يلاحظوا كيف أنها كان فيها حدث بموته غريبة، معنا سيلاحظون ذلك في هذه القصيدة. والشعراء يمتلكون مثل هذه الحدوث، يمتلكها كثير من الشعراء، بالرغم أن هذه القصيدة كتبت قبل استشهاده بحوالي 24 سنة. قليلا من الوقت كي أغسل الروح من لحظة خائنة، قليلا من الوقت كي أزرع الموت في دهشتي وأسمي دمي ملكا من جديد وأذرو إلى الريح سيدة هالكة، قليلا من الوقت، قليلا من الوقت حتى أرتب مملكتي، ها هنا جسد للخريف، هناك قرنفلة مائلة، وهنا نهدها ينحني ثم يغادر دمع النزيف على شفة حالكة، قليلا من الوقت حتى أرتب وحدي أسطورة المقبلة. يعشق الفن، يعشق الرسم، الغناء، يغني، يكتب الأشعار، وكان يعني كانت هناك ثروة فكرية تتنقل. شكري تعرف اللي يكتب الأدب، يكتب الشعر. شكري صديقنا الجامعي المعروف شكري مبخوت أطلعني على ديوانه المخطوطة وطلب مني أن أبدي رأيي فيها، معنى أعدل وأحذف أو أصلح. الحقيقة قلت له للأمانة نحتفظ بالكتاب كما هو، وصدر الكتاب في هذه الطبعة التي الجميلة، وهكذا اكتشفت هذا الإنسان الشاعر. سلم لي شكري مبخوت المجموعة أشعار نقشتها الريح، قصائد حب على أبواب تونس السبعة، وطلب مني يعني معنى ننظر في الديوان فباش تعدي الحذف وما إلى ذلك واقتراحات، ولكن أنا الحقيقة فضلت أن ننشر الديوان كما هو. وكانت قصائد تعبر على هذه الخطوات الثقيلة والعميقة ولكن المتلهفة لثورة ما. سنان العزابي كان رفيق شكري في رجيم معتوك، كان يقرأ فلسفة، وهل القصيد هذا نشيد الخيول وكأنه مهدى من شكري إلى سنان. بلادي بلادي بلادي. اللي يهمنا أكثر هو هذا الوجه غير المعروف عن شكري بالعيد،
معنى السياسي الذي يكتب الشعر، المناضل السياسي الذي يكتب الشعر، وهذا هو تقليد في تونس معروف من وقت محمود المسعدي. كانت القصائد نتاعو صعبة، ولكن لا أخفي سر أن وقت رجعت لها حالياً وكانت قصائد وتعبر على هذه الخطوات الثقيلة والعميقة ولكن المتلهفة لثورة ما. ولكن هو يمكن ربما تأثر أكثر بالمدرسة العراقية اللي أثرت في الشعراء كثيرين في العالم العربي، وربما خاصة بتجربة عبد الوهاب البياتي. وعنوان مجموعة شكري فيها شيء من رو من عبد الوهاب البياتي. عبد الوهاب البياتي عنده ديوان قصائد على بوابات العالم سبعة، وشكري قصائد حب على بوابات على أبواب تونس السبعة. معنى العنوان يمكن يحيل أيضا على البياتي بطريقة أو بأخرى. يقول شكري في قصيدة صحراء: عند بابك خط المحبون أسماءهم وبنوا في محطاتك الموحشة حلمهم، حمل الشعراء الصعاليك في لحظة الوجج أقدامهم نحوك وقالوا: نمر ونعبرك فاتحين ونمضي بك إلى عريك السرمد كما أمنا المتعبة. يعني بشكل أدق، شكري بالعيد اللي بعد ما خرج من رجيم معتوق ورجع للجامعة وللحياة العامة كتب بفت انتباهي في التجربة هذه. هو شكري بالعيد مناضل وعنده إيديولوجيا يحملها معروفة للكثيرين في حركة الوطن، ولكن اللي يهم في الشعر هو أنه عرف كيف ما يجعلش من شعره، كيف يخلص شعره من الوضعية الأداتية، ما يجعلوش أداة في خدمة إيديولوجيا. هو شعر ملتزم صحيح، فيه نبرة يمكن سياسية في بعض القصائد القليلة، ولكن النبرة تطلع أكثر هي النبرة الذاتية. يحدثك عن الفن والأدب الملتزم لا تشعر بالملل. معناتها إنسان في أي مجال من المجالات تلقاه موجود، سواء المجال الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الرياضي، وكانت عنده فكرة كبيرة برشا في جميع المجالات. وكنت أتحدث معه وكأنني أتحدث مع مكتبة. شكري بالعيد في حلقات النقاش، الاجتماعات العامة هذه كنعرفوها حماسية، ولكن في حلقات النقاش ثم موضوع محدد، مثلا حول طبيعة المجتمع وأنا أدرس علم اجتماع، عادي جدا أستاذي يقول لك كمل الدرس وبرا مش يحضر حلقة نقاش تاع شكري بالعيد، تفهم أشياء أخرى. هو فيما بعد صرفته السياسة، المحاماة، العمل النقابي، العمل الحقوقي، ما خلالوش وقت يشتغل بالشعر، لأن الشعر يتطلب تعرف الشعر يتطلب وقت يتطلب تفرغ. أما أنا بدي فاجأني وقت اللي كان يغني في نظم الغزالي. نظم الغزالي يعني ما كنتش تعرف عليه أنه يغني الغنية ذيك؟ لا ما كنتش نعرف أنه بشي يغني معناتها الغنية ذيك. ما هو ديما معناتها عنده مارسيل خليفة مثل يحفظ له أستاذ شكري بالعيد. وأحرس من هواك الرثاء وأقول لهم يصبحون على وطن من سحاب ومن شجر. العبد يعلمني لا جمالية خارج حريتي. الشهيد يحذرني لا تصدق زغاريدهن، وصدق أبي حين ينظر في صورتي باكيا قائلا: كيف بدلت أدوارنا يا بني وسرت أمامي أنا أولا وأنا أولا. نعزي أبا بابنه كرم الله وجه الشهيد، وعند الصباح نهنئه بوليد جديد. هي لوحات زيتية بمناسبة اغتيال زميلنا وصديقنا ورفيقنا الشهيد شكري بالعيد. يعني ما زاوية؟ من زاوية الألم، التعبير عن الألم
ألم لا يختلج بصدري أنا فحسب، وإنما يختلج بصدر كل الشعب التونسي، وهو ألم لا يزال في القلب. وظننت نفسي وأن الأيام وأن الزمن سيمحو هذا الألم، ولكنه يتزايد يوما بعد يوم. لوحة هذه معناها رمز ولوحة دخلت التاريخ، ما هوش التاريخ المحلي ولا الإقليمي، دخلت التاريخ العالمي في العالم العربي والعالم ربما ككل. لوحة ستخلد. عصابات الفساد اللي اعطت الاوامر وحكومه اللي اعطت الاوامر قتل الشعب في الشارع وقتل عشرات التونسيين بدم برد وسيبت ميليشياتها للنهب والسرقه او جوب الشعب. لا صوت يعلو فوق صوت الشعب. كان ديما يحب يقرب وجهات النظر رغم اللي الناس برسك تفكير واحد، وناس ديما يحب يقرب وجهات النظر، ديما عنده انه يحب يلم، انه يحب يعمل حزب قوي، وبالفعل وصل أنه عمل الحزب الوطني الديمقراطي الموحد. بعد ما عمل الحزب هذاك شكري كانت عنده الفيزيون أنه يعمل الجبهة الشعبية توحيد اليسار. والله الأستاذ شكري بالعيد معناتها كان صحيح أنه كان معارض وكان ما يخافش في قول الحق، ما يخافش في إبراز رأيه على جميع المستويات، معناتها بالنسبة للرقابة صحيح أنه مثلا في 27 ديسمبر كان تم اختطافه، كان محامي شرس في الدفاع عن القضايا العادلة، وليس أدل على ذلك من أنه اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية كان هو من أول الناس اللي ترصدهم النظام واعتدى عليهم وقتها. ونتفكر وقتها في دار المحامي هو والأستاذ عبد الرؤوف العيادي كيفاش معناتها دمياتهم شرت الله بالدم، والأستاذ عبد الرؤوف العيادي ظهره مضروب وشكري الله يرحمه زادة كيف معناتها وجهه كله كدمات. كان هبط من المكتب وتم اختطافه وتعرض يمكن لهرس، تعرض إلى مخاطر وهو مستانس بهم، حتى كي نحكي مع بعضنا يقول لي أنا ديما مستانس بشيء هذا، وما حتى برشا الناس ديما يقولوا فيه كلام وكل شيء، يقولك انا ديما مستانس، انا نعرف شنو اللي قاعد نعمل، انا عندي راي، انا عندي ثقافتي، انا عندي سياستي، انا رجل مهني كمحامي وسياسي كذلك. هو حب تونس وحب الوطن، هو اذا يدل على حاجه يدل على احساس مرهف، وهالاحساس المرهف ما ينجم يكون كان محب للحياه، وهو بيدو كان معناتها يقول يلزمنا نكونوا محبين، معناتها محبين للحياة، وهذاك علاش جات دعوته معناتها لتنظيم مؤتمر وطني ولما لا دولي ضد العنف معناتها في تونس. يا عجبا التاريخ علمني انه الشخصيات الكبيره والجرائم الكبرى هذه الزمن معناتها لا يكشف عن حقائقها او بعض حقائقها الا بعد مده طويله. انا نتمنى اني نعيش نهار ونخلط معناتها ونشوف شكون معناتها تسبب في قتل معناتها صديقنا وزميلنا شكري بالعيد الله يرحمه. ورغم كل شيء انا احنا نعتبر ديما شكري هو القائد بتاعنا، حتى بعد مئات السنين شكري هو
شفنا منه كان الحوايج الإيجابية؟ كان يقرأ الواقع الأستاذ شكري بالعيد. هو دائماً ديما يضحك ديما يلعب، ما حتى كان في حالة الانفعال القصوى ديما عنده كلمة ديما يقولها الله واحد. برشا ناس يعيطولو الشهيد الرمز وهو يستحق معتها اللقب هذايا. الرموز تبقى أفكارها، تبقى نضالاتها، تبقى خطاباتها. فما ناس تموت بأجسادها ولكن أفكارها تبقى. رجاء أكرم هذا الشعب بإكرام شهدائه وجرحاه. للعمر مية وإن كنت ناصح وفهمت المجالة فهمها يا ابني للي ما فهمش، وإن كنت ناصح وفهمت المجالة فهمها يا ابني للي ما فهمش. بسيطة كيف الدنيا لف ودور يا طنبور، هم شوية خلي المية تغطي البور يا طنبور يا طنبور. المولى خلقنا بالعدل وناشينا، طل في خلقه تلقى بالعدل مسوينا. المولى خلقنا هو بالعدل وناشينا، طل في خلقه تلقى بالعدل مسوينا. ومنور طريقنا من فضله هدينا.